تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية، وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. منطقة كورنيش الحضارات سيادة المشرفين يا فندم، المنطقة فندم سيادتك أمرت بربط منطقة كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معنا القادم من القاهرة الجديدة يا فندم بمحور عمر سليمان أو محور سمير موسى يا فندم، مرورا بمنطقة المقطم، مرورا بمحور رئاس الرزق، مرورا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاتصالات، ثم شارع الفصاحة يا فندم، مرورا بكوبري العميد إبراهيم الرفاعي سيادتك مشرفنا عليه، وصولا لكورنيش النيل يا فندم ومصر القديمة. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم. محور 3 يوليو يا فندم المنطقه اللي بعد كده هتكون نيشان. تمام سيادتك. كويس. تم يا فندم نهو اعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معنا المشكله الاختناق المروري اللي كان تحت الاشاره هنا يا فندم، وتم نهو الطبقه السطحيه والتخطيط يا فندم وعمل اللوحات الارشاديه. تم يا فندم تطوير منطقه كورنيش وعليها 5 حاره مروريه كل اتجاه بدلا من 2 حاره في المنطقه من اسم مصر القديمه حتى تقاطعوا مع الطريق الدائري، وتم انشاء كوبري يا فندم توسع نهر النيل بطول 300 متر. وتم نهوة فندم وجاري عمل التواصل الحافي في الطوفان. كل ده آخر الشهر إن شاء الله فندم. هنا فندم جاري تطوير يا فندم منطقة قصر النبي المتجه لزهراء مصر القديمة، دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس فندم طبقا للإزالة اللي شغالين فيها. طب يعني قدامنا قد إيه؟ فندم المنطقة دي بتكمل خلصت عادة، بس في حي مصر، حي مصر القديمة موجود هو جاري نقله حاليا فندم. يعني خلال أسبوعين أو ثلاثة هتكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرضه الموضوع سوق البطيخ والكلام ده، هو حي مصر القديمه وسوق البطيخ والبنزينه وبنزينه التعاون هم ثلاثه مع بعض. يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون سياده المحافظ وعدنا بان هو خلاص، يعني هم دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين احنا عملنا هو كيلو 400 فندم، احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص فعلا خلصوا خالص، والجزء اللي قدامهم فيه اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده، وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بتاعه. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسيعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم، سيادتك احنا كنا مصممين التوسعه بتاعتنا على 120 طن، ده طبقا للكود الجديد. الكود القديم يا فندم كان 90 طن، فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى، واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بالفسطاط. سيادتك المنطقة هنا يا فندم اللي هي قرية الفخارين، القرى دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقة ديت بتاعت قرية الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزارة الإسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 أو 40 مبنى، سيادتك محافظ القاهرة نقلهم جوه، نقل مبنيين منهم جوه في منطقة أفضل ما هي كانت موجودة بحيث الناس ديت يعتبروا شيوخ الصنعة ديت، فاحنا عايزين بنعظمهم أكتر يا فندم من هم موجودين. شكرا. أوامر يا فندم.